الشريعة ثم الشريعة ثم الشريعة. ولا خير في هذه الأمة، ولا خير لهذه الأمة، لا خير فيها ولا خير لها ولا نهضة إلا بالشريعة الإسلامية. هل ستطبقون الشريعة الإسلامية في حال ما إذا ما فزتم؟ الشريعة الإسلامية موجودة في الدستور المصري اوريدي، مش أنا اللي هطبقها. الدستور المصري القديم من سنة 23، لا اللي هو الأحكام اللي هي قطع يد السارق، لا 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 دي مش الشريعة، لا لا هذه أحكام فقه، وفي التاريخ كم يد قطعت في التاريخ كله. لا ده هذا كلام يعني يثار من أجل تشويش فكرة معينة. أبشروا واطمئنوا، فإن هذا الشعب لن يرضى عن مكتوب لا يعبر عن حقيقة ومعنى ومبنى الشريعة الإسلامية نصا وتطبيقا وبرنامجا، لن يرضى بغير ذلك. الشريعة الإسلامية، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وليست المصدر الوحيد. ومبادئ الشريعة الإسلامية ليس معناها أحكام الفقه، ده معناها الإطار العام، الثوابت التي لا تتغير، لكن داخل هذا المجال مفتوح جدا لحاجات كثيرة جدا. وأنا أرجو حضرتك أن تنضم لحزب الحرية والعدالة، نرحب بيك والله. الله يخليك كعضو في عامل في الحزب. أنا رئيس الحزب، أنا مدعوك يا الله يخليك. صحيح بجد والله. وما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، كل يعتقد بما يشاء، ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف آليات ووسائل، يعني زي ما بيقولوا جماعة بتوع الغرب كينيتكس، يعني مش ميكانيزمات، يعني مش خلاف عقائدي. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول عقيدتنا والنصارى واحدة من أجل مصالح سياسية؟ أعوذ بالله من هالكلام، هذا ليست واحدة عقيدتنا وعقيدة النصارى. عقيدة التوحيد وملة إبراهيم مثل عقيدة التثليث، نسأل الله العافية، علشان الدنيا وعلشان المصالح لا، هذا ما يجوز. وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يجعل يوم 30 يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شر. دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية، يعني الحق اللي عليه دول، وشركة اقتصادية وجماعة رياضية، رابطة علمية ثقافية، هيئة سياسية، بيقول جماعة الإخوان المسلمون لها أهداف. سيد السيسي: لو دعوني أفطر عندهم أذهب إليهم حتى إذا كانوا من أقاربي. داخل سؤال. لا لا تذهب إليهم حتى وإن كانوا من أقاربك، للولاء والبراء. لا تذهب إليهم ولا تأكل عندهم، وهؤلاء ليسوا من اهلك. دعوة طيبة. انهم عمل غير صالح. الشيخ وجه زي السعودية بالظبط، لا يجوز الخروج عن الحكة ولا الخروج عن الحكة ولا الخروج عن الحكة والخروج عن الوداع اللي مطلوب، الباب بتوع البانجو والرقاصين اللي يحطوا لا يجوز الخروج. يا سلام، ولا يجوز الدخول. الله يحشركم معاه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيكم يضلون يمضلون. ما يسمى بالربيع العربي المشؤوم شومي على هذه الأمة، وكله كان بفعل جماعة الإخوان المسلمين المفسدين في الأرض. والشكر لقائد هذه البلاد إذ قال: انتهت علاقتنا بالإخوان المسلمين. شكرا له، هم المفسدون في الأرض، مزقوا البلاد الإسلامية، مزقوا وبقت مهينة، ودول الكفر مستقرة. ماذا استفادت هذه الأمم من الخروج على الحكام؟ استفادوا شنو؟ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يعرف في التاريخ أن أناسا خرجوا على ذي سلطان إلا وكان من الشر أكثر مما أرادوا أن يزيلوه. وأي مصلحة جناها من خرج على الحكام؟ جنوا شنو؟ استفادوا شنو؟ اتعظ بهذه الدول. مصر الآن وين مصر؟ من حال القديم. تونس، سوريا، ومن الشر الوقع في سوريا. اليوم ناس سوريا يتسولوا في السودان. نسأل ربنا يعينهم.
ويفرد كربتهم. المنهج الصحيح منهج الإسلام أن تدعو للحاكم بالصلاح. قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. أهل السنة وإن كان الحاكم ظالما يدعون له بالصلاح. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ضربوا المامون، والمامون معتزلي من المعتزلة المبتدعة، ضربوا الحد ما قادر يحرك يدينه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والطبيب بيعالج فيه كما روى ذلك الخلال في كتاب السنة. والإمام أحمد بيقول: اللهم اغفر للمأمون، اللهم ارحم المأمون، اللهم اغفر للمأمون. دقوا، أهل السنة لا يتعاملون بردود الأفعال، إنما نتعامل بالشرع. قال الطحاوي في عقيدة المسلمين: والحج والجهاد ماضيان خلف إمام المسلمين برا كان أو فاجرا. الجهاد خلفه، وندعو لإمام المسلمين بالنصر وبالتوفيق وبالسداد. ده منهج أهل السنة والجماعة، ولم نضايق من الموضوع ده. شوف الحاكم ولو كان ظالما ولو كان فاجرا في الدين الإسلامي، الحاكم تدعو له بالصلاح وتعينه وتأيده وتنصره وتنصحه النصيحة المعروفة بضوابطها وبشروطها، تمشي له مش في المنابر تتكلم عنه. ليه؟ هل مزاج مننا؟ منا مزاج مني؟ لا، النبي قال كده يا إخواننا، ده الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانية. وابن المبارك قال: المنبر علانية، ما يكلمه علانية، تمشي له تنصحه وتتكلم معه. وليست لي مصلحة شخصية في هذا الكلام، بس أعرف المعلومة دي. ولو أردت أن أطعن وأسيء في الحكومة أو في الحاكم، ليس هناك ما يمنعني. كلمك قانون البلد دي ما بيمنعك تطعن في الحكومة، تتكلم في الحكومة زي ما داير، وتنبذ الحكومة وتنبذ الرئيس ذاته، ده القانون كده، حرية الكلمة. لكن ما الذي يمنعنا من الكلام؟ يمنعنا الشرع. الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصانا وصية في حديث عوف بن مالك، قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ ألا نقاتلهم بالسيف؟ لاحظ، أمراء شرار، أنت بتبغضهم هم يبغضوك، ده الوصف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أها، أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ليه يا أخواننا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ هل ده تأييد للظلم؟ لا. هل ده نصر للظالمين؟ لا. ده شنو؟ ده قمة الفهم، فهم عالي جدا. لأنه الناس لو خرجوا على حاكم ظالم أحدثوا فساد أكثر من ظلم الظالم، وما بيتغير أي شيء. لأن الظلم ما هو فقط بسبب الحاكم، إنما بسبب أعمالنا نحن، بسبب عمايلنا نحن. عشان كده ربنا قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. الآن الأمة فيها الشرك، فيها البدع، فيها السرقة بأبسط أي أبسط شيء. الأمانة قليلة، الفجور، الزنا، الفواحش، الخمر تشرب، المخدرات، كل أنواع الفساد والفواحش موجودة في الأمة.
ويجي واحد يقول لك مشكلتنا بس الحاكم والحكومة، المشكلة في المجتمع، مشكلة مجتمع. لذلك ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.